والله بالنسبة طبعا الواحد لما يكون بهالطريق، احنا الحقيقة يعني برضو في عندي شوي ترفيه. انا بالسيارة انا معي ثلاجة، الثلاجة دي طبعا مش ثلاجة ثلاجة، الثلاجة احط فيها ثلج ويبرد اللي فيها اللحمة الخضار الى اخره، فيها توانك مي السيارة جيدة كبيرة. فلما يعني يومين ثلاث الواحد خلاص يبغى او اكثر او اقل اتروش، والله بهالبر ابعد بس شوي عن الطريق واحط هاللي واجلس تحت هالخزان حق المية هذا اللي عندي واتروش. احلى ترويشة، واحلق واتزبط يعني بعد ما يعني انا ممكن اهتم بالنظافة، ممكن ما اقول اكثر من غيري، لكن فعلا يعني اتنظف لاني انا اروح اقابل ناس احيانا، ربما اخوالي ابناء عم او يعني اهتم، ما في شك يكون معي دائم في ثوب نظيف. طبعا عقال ما عقال ما البس الا اذا رحت اسلم على الناس، اما ويام هذه شخصيتنا هذه الشكل، ما في غير هالشكل هذه ولا هالشخصيه، انك الواحد شخص هالشخصيه الاخرى اللي هي يعني متعارف عليها اللي هي الشكل هذه الشكل يسموها عصابه الراس، هذه تعصب راسك وخلاص، عصب راسك ومشي حالك. هذه عقال ما ادري ايش ما في هالشماغ عليها، على الكتف على الراس، ويعني كانت الامور تمشي. يعني اذكر مره من كنت طالع على جازان، و يعني جازان اول مره اجي انا، حر عجيب يعني حر لا احد يتصوره الانسان، ورطوبه في الوقت اللي جيت فيه. فالمهم وصلت العصر وجيت ابغى انام بالمساء، فكان حر ورطوبه ونامس، انا كنت محمل اسفلت، خلطت الاسفلت فيها غرفه كونتينر للسواقين، بس دخلت ما قدرت انام، فيها اكستانين وهنود وماني عارف، وريحة ما تقبلها النفس. فرجعت ما قدرت انام، ففي واحد انا اشوف سواق برا عندي سناي، قلت له غريب هذا شلون، فجيت اسال تعال انت شلون ما اكلك النامس اللي كل العالم، قال لي اذا علمك تغسل سيارتي. قلت له ايه اغسل سيارتك ليش لا، قال لي عندك ثوب قديم؟ قلت له ايه، جبت الثوب القديم حق الشغل وكذا، اخذه حطه بديزل وغسله بالديزل وغسله بالمي شويه ونفضه وقال البسه. قلت له بس؟ قال بس. وتنام؟ قال وبت. والله فعلا اخذت الثوب منفوض وكذا ولبسته، فرشت فوق السياره ونمت نوم احلى نومه. طبعا ريحه الديزل موجوده بس انا متعايش مع الديزل لان السياره ديزل اصلا كلها، ما هناك شيء يعني غريب، يمكن انه يعتبر اليوم ذيك الايام برفيوم بالنسبه يعني اطيب. كانت عرفت الشغله وصرت زي كذا. فجاني مره واحد سائق بعد فتره فقال لي وشلون تنام؟ قلت له اقول لك وتغسل سيارتي؟ قال ايه. قلت كذا فعلا كان موقف.